لسه مكملين معاكم على النهار وان والنهار اليوم واحتفالياتنا النهارده واحتفالنا بعيد تحرير سينا. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا واحنا بنحتفل نفتكر مع بعض الذكريات الجميله ونحاول نعرف اللي ما كانش عايش في الوقت ده ايه اللي كان بيحصل، ايه الكواليس اللي كانت بتحصل، ايه الحاجات والروايات وحكايات دايما كده موجوده، وكمان اللي كان عايش في الوقت ده بس في شويه معلومات هو ما يعرفهاش. مهم جدا ان احنا نوثق المرحله زي ما احنا كنا بنقول من شويه، مهم ان احنا يكون عندنا أفلام وثائقية، مهم يكون عندنا أغاني، مهم يكون عندنا ضيوف مهمين بيتكلموا معانا عن التاريخ، بيتكلموا معانا إيه اللي حصل في الوقت ده. إحنا معانا ومنورنا ويعني بيشرفني جدا اللواء عبد الوهاب عبد العال، وهو صاحب لقب صائد المعلومات. منين جه اللقب؟ هو ده اللي احنا هنعرفه منه كمان شويه صغيرين. صباح الفل يا فندم، نورنا. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على مصر كلها. صباح الفل عليك. الصائد المعلومات، ليه الاسم يعني ليه اللقب صائد المعلومات؟ يعني احنا لسه كنا بندردش مع سياده اللواء وورانا وهو متنكر في زي بدوي، وازاي ان هو قدر كان بيجيب معلومات وعاش في مغاره لمده 9 شهور. تخيل يعني 9 شهور هو بقى لا كان في بقى هناك كانتين ولا مطعم وجبات سريعة علشان يجيب منه أكل، وقدر ان هو يعيش 9 شهور وكان عنده هدف واحد ان هو ينقل معلومات من العدو علشان يجيبها للجيش والقوات المسلحة المصرية. ما هو صائد المعلومات بقى؟ طبعا احنا بعد انا حضرت حرب 67 وحضرت الهزيمة اللي احنا لم نختبر فيها وما لناش ذنب فيها، كنا لسه ملازمين او ملازمين اوائل، وطلب مننا بعد كده طلب تشكيل قوة معينة تشتغل فدائية تشتغل جوه سيناء وفي وسط المعسكرات الإسرائيلية للحصول على، عشان عايزين ناخد أرضنا معلومات بقى، عايز تعرف معلومات أكتر علشان تقدر إن أنت تسترد الأرض بتاعتك، عشان تيجي المعلومات تيجي مصر هنا في المخابرات ويجمعوا هذه المعلومات وبيها نهجم واللي حصل في أكتوبر بناء على المعلومات اللي احنا كنا بنجيبها من جوه انا وزمايلي. ويمكن الحمد لله ربنا وفقني وقعدت هناك، اختاروني لان كنت بعرف شويه حاجات كتير، مورس ومع لغه عبريه كويس، معلومات عامه كويسه، متدرب قناصه ومعلمه قناصه وقناصه قذف قنابل والتسلط على التليفونات والاجهزه. مين اللي ادى لحضرتك لقب صائد المعلومات؟ والله سموني كذا حاجة، مرة صائد معلومات وقالوا له الصقر، الصقر المصري برضه طلعت عليا، كانوا له الصقر فوق الصقر، انت طالع للصقر نازل الصقر. طبعا كنت ببعد عن الايه عن القبيلة نفسها، قليل قوي 2 3 هم اللي عارفين ان انا ضابط مخابرات مصري متخفي وقاعد في مغارة في الجبل. الناس دي كانت يعني هم كانوا بيلقبوني بقى على هذا الكلام. هنا في مصر قالوا لي بقى صائد معلومات، انت جبت معلومات ما يعني اثرت في حرب اكتوبر، ما كانتش الحرب اتحددت لا معاد ولا اي حاجه، لسه مش سري. فالمعلومات اللي جبتها طبعا غيرت بعض الخطط، لان جبت معلومات هامه جدا في محور معين، حاجات هيكليه، ودخلت جبتها من غير ما حد يقول لي حتى روح بيتدور على المعلومات، لان انا مفروض رايح في مهمه واحده لمده بسيطه علشان اقدر اجيب معلومات عن عيون موسى. قعدت هناك ومحدش قال لي تعالى وانا ما قلتش عايز ارجع. طب انت كنت حضرتك في اكيد وسيله اتصال، يعني ان انت بتقدر ترجع المعلومات علشان توصل المعلومات للجانب المصري، فده كان بيتم ازاي بقى؟ يعني كواليس، وانا عندي شغف ان انا اعرف ايه الكواليس بتاعت الموضوع. اقول لحضرتك انا طبعا كنت بشتغل بالجهاز اللاسلكي مورس، مورس اللي هو نقطه شرطه بتاع عشان اللي هو الشفره، الشفره علشان منع ايه تحديد مكانك والتقاطك. فكنت بشتغل بمورس انا شخصيا، ما بخليش حد معايا ولا كنت داخل لوحدي، فكنت بشتغل بهذا. وبعدين المعلومات المهمه جدا كنت بصورها معايا كاميرا بتعمل زوم وكده، بروح جنب المعسكرات واصور الحاجات دي واعملها افلام واديها للراجل الشيخ اللي معايا وهو يوصلها للمخابرات بطريقه. بس دي كانت عمليه خطيره جدا، يعني ان حضرتك تقف وتصور، يعني ده لو حد شافك في الوقت ده كانت تبقى كارثه كبيره. انا داخل بايع نفسي عشان مصر، مش مستني لسه ان ده، انا الراجل كان خايف ياخدني، البدو والناس دي عايشه منهم، ولادهم عايشين لحد دلوقتي، كنت بقول له عايز اخش اجيب نروح حته مره مثل وبتاع مش عارف، يقول لي ابدا والله ما اقدر اوديك مش عارف ايه ده يا زلمه، ده يمسكونا مخابرات ومش عارف. يا عم مالكش دعوه، المهم خلاني اتخفيت في زي معين، انا وافقت، انا اللي اقترحته ان انا اتخفى في زي واحده واخش
وانتم معايا وعدينا من وسط اليهود وفتشوا العربيه وبتاع، وانا معايا القنابل بتاعتي موجوده والطبنجه بكابتن صوت تحت باطي، ودخلت مش هممني حاجه، ودخلنا وعدينا ممر مثل 34 كيلو، ورحت رحت المنطقه اللي بيقولوا عليها فيها جيش وكده، والحمد لله وقدرت تاخد صور. عرفنا فيلمين يا فندم، 72 صوره، 72 صوره قدروا يغيروا خطه حرب اكتوبر. وبعت الاشارات لمصر قلت لهم في كذا كذا كذا، ده كان بعد 9 شهور. قالوا هل في معلومات متاحه ان احنا نعرفها؟ يعني ايه المعلومات اللي غيرت؟ ما تقول لحضرتك لا، هي مش سر، لان الكلام ده كله، لا هي ان في المنطقه دي كان فيها اثنين مجموعات عمليات اسرائيلي، هي بيقولوا انها اثنين مجموعات عمليات زي فرقه كبيره كده، واللي انا جبته صورته بتاع، لقيته اكتشفت ان هو هيكلي دبابه جنزير مقطوع مدفع من غير مش عارف ايه، كانوا بيضحكوا علينا يعني، وايه وجايبين بيخمونا وجايبين شويه بنات على اولاد اسرائيليين وعربيتين جيب على العربيه نص جنزير، وبيلفوا في الموقع عشان يعملوا ايه حياه ويهمونا ان ايه ده موقع. انا بقى بالعين الخبيره، وكان يسمونا رادارات بشريه، صورنا صورت ولفيت الموقع كله وجبت الافلام، ورحت بعت اشارتين لمصر. الاشاره الاولى منطقه صدر الحيطان بالكامل هيكليه، يعني المنطقه دي كلها اللي انتوا اذا كنتوا مش عارفين اللي انا رحت اعجبها وانا فاكر انها يعني فيها قوات، طلع انها كلها هيكليه. الاشاره الثانيه قلت لهم انا معايا فيلمين 72 صوره برجاء الافاده، هعمل بيهم ايه؟ ما فيش لا كودك ولا شركه مش عارف ايه ولا حد يحمض، ده انا قاعد في جبل في مغاره زي مش عارف هتشوفوها ولا لا، انا قاعد لوحدي فوق بعمل اكل بنفسي، اعمل كل حاجه وانا قاعد. بعتهم وحمضوهم هنا، القياده شافت هذا الكلام، قالوا بعتوا الراجل ده بسرعه، هاتوا فورا الفريق للواء صادق، ما هو مدير مخابرات من هيئه عمليات، عشان يقول لنا ايه ده احنا في حرب لسه هتقوم، اللي هي اتسمت بعد كده اكتوبر. يعني كان ليها اسم تاني قبل كده؟ لسه ما اتحددتش، ما نعرفش. ما كانتش لسه تحدد ميعاد الحرب يعني. ميعاد الحرب ولا اي حاجه لسه، لكن بيجهزوا. يعني نقدر نقول ان المعلومات دي ساعدت في تحديد كمان ميعاد الحرب، ان يبقى الخطه تبقى بالشكل ده، لان في مواقع كتيره كانت زي ما حضرتك بتقول هيكليه، اللي هي منظر وخلاص. هم اقول لحضرتك استفادوا بالحاجات المضروبه، الحاجات البايظه في سيناء اللي ما قدروش يسحبوها على تل ابيب وعلى اسرائيل، دبابات سليمه خدوها مش عارف ايه خدوه، اما الحاجات اللي هي البايظه جمعوها في مناطق كبيرة عشان يخدعونا بيها كمعسكرات، بحيث التصوير الجوي بيجيب ان هنا في دبابة وفي موقع، فانت تقلق من ده. البدو لما بيمشوا ممنوع يقربوا من بعيد كده، بيشوف الدبابات ويشوف مش عارف، يقول لك دي منطقة عسكرية معسكرات وفي جيش واجد وفي جيش كتير يعني وفي كذا كذا. فطبعا الكلام ده لما بعت صور وطبعا شافوها، قالوا لا يجي بقى يقول لنا ده احنا داخلين على حرب مش عارفينها امتى، هيقول لنا الحقيقه ايه؟ لحسن يكون الراجل ده مجندينه ولا حاجه ولا بيقول اي يعني. لا طبعا ده افلام. فرحت ورجعت بالمعلومات الحقيقيه، رحت لهم بقى كذا 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 بعد 9 شهور، ولم اطلب ان ارجع 9 شهور بوكل نفسي، وكل اللي خدته الهيزه دي 20 شيكل خدتهم وانا داخل لسه بالمركب علشان اعدي على الناحيه الثانيه اللي فيها اسرائيل، هم الوحيدين، حتى الجلابيه والبتاع اللي انا اشتريتهم عشان اعدي بيهم واشتغل بيهم العمه والبتاع مش عارف ايه. طبعا قعدت 9 شهور كانت مستخدمه نص نص، منها حاجات باظت بس دي حاجه قطعت، وجابوا لي حاجات ثانيه. بتقعد دلوقتي تحكيها بقى لاولادك واحفادك، يعني بتفخر بيها كده. انا بقولها في الجيش كله دلوقتي، يعني انا شفت حضرتك الصور، يعني حتى هنحاول الصور تكون موجوده معانا دلوقتي على الشاشه، صور فيها فخر كبير جدا، يعني الصور هتبقى موجوده جاهزه معانا حالا. الصوره اللي موجوده دلوقتي دي مجموعه من البدو، انا في وسطهم، ابو نضاره ده في النص، كل حضرتك في النص، واللي جنبي ده على اليمين ده الحاج محمد اللي على اليمين، ده اللي هو الراجل اللي كان متوليني هناك، يجيب لي جمل، يجيب لي عربيه يوديني في حته اصور. وكان هو عارف ان حضرتك الوحيد اللي عارف. وفي واحد تاني عارف ان انا ضابط مخابرات، اقول له خد بالك من الراجل ده اوعى. طب وازاي عرفت الاثنين دول تحديدا؟ يعني ازاي يعني كان لا ده جهاز المخابرات هو اللي قال لهم. انا بعت لكم واحد لان ده مش خدني من هنا، رحت هناك وقابلته بطريقه معينه وخدني وحطني في مغاره وابتديت اشتغل من هناك من فوق. هو عارف بقى وبقى يحميني، بقى يجيب لي دقيق بقى عشان اعمل اكل ويعلمني ازاي اعمل اكل. انا ما فيش لا كنتاكي ولا ويمبي ولا كانتين ولا سوبر ماركت. ما هو علشان كده حضرتك بتفخر بده دلوقتي، ان قد ايه كانت حاجه متعبه جدا ومرهقه جدا، وانت كان عندك هدف مهم جدا، ان انت بس تجمع شويه معلومات اللي عشان على اساسها مصر عشان نحارب بلدنا. يعني الصوره دي حضرتك اهي، انا في المغاره بجهز نفسي عشان رايح ماموريه اشتغل، الشده بتاعتي فيها السلاح، فيها الطبنجه وفيها القنابل اليدويه وفيها الكاميرا، راح اشتغل
واركب معاهم ويدوني بجمل يسيبوني يوم اتنين ويرجعوا ياخدوني. اكون انا عملت كل حاجه عن الموقع ده وصورته وبعته ارجع القاعده بتاعتي وابقى اهو هنا ده جوه المغاره بقى. انا هنا قاعد بعمل اشارات بتاعتي عشان ابعتها للقوات المخابرات عشان يشتغلوا على اساسها. ادي ادي الفيلا اللي كنت قاعد فيها. دي فيلا فاخره، تجمع خامس تجمع سادس حاجه بقى بالنسبه لك. دي دي المملكه بتاعتي بقى اللي قاعد كبيره جدا بالنسبه لحضرتك علشان تقدر ان انت توصل بيها المعلومات بالظبط. طيب بدو سينا كان ليهم دور في الخداع الاستراتيجي للعدو، تقدر حضرتك تكلمنا عنه؟ يعني هم كان دورهم واصل لحد فين وكان ليهم دور وطني طبعا كبير جدا؟ هو ناس الموالين لينا المخابرات عارفاها، ناس كويسه الوطنيه، وكان في علاقه. وبعدين الناس دي بتشتغل كده مش عشان كده وخلاص، مش عشان مادة او حاجه. الناس دي بتشتغل على اساس لما ترجع سينا زي ما رجعت دلوقتي زمان، يعني ايامها كانت سينا محتله. لما ترجع الناس دي تبقى تتكافئ، مثلا شيخ يمسك شيخ قبيله، عايز يسهلوا له اجراءات معينه، يرخصوا له سلاح، ياخد مبنى، ياخد شقه، ياخد حاجه. فكان الهدف ان هم لما يخلصوا، ودي وطنيه من عندهم برضه من بعض، وامل ان هم يتكافئوا بعد كده. وفعلا الحمد لله يعني كان الناس دي كلها كافئت وقابلت ناس كتير. حضرتك دلوقتي طبعا بعد الخبره الطويله اللي كانت موجوده في وقت الحرب، دلوقتي حضرتك بتحاضر في اماكن كتيره جدا عشان تنقل بقى الخبره لافراد القوات المسلحه واماكن كتيره جدا. حضرتك بتحاضر كمان في دول اخرى؟ يعني بيتم استدعائك في دول اخرى؟ والله انا ما حدش وداني دول اخرى، لكن انا بدي في كل الوحدات بتاع القوات المسلحه كلها الحمد لله، بحريه وجويه وبتاع، وبياخدوا الشباب. انا بشوف الشباب وانا بدي محاضره، مش ممكن الناس قاعده كده يعني منبهرين طبعا. القاده يقولوا لي انت عملت في الناس دي ايه في المحاضره بقى؟ بيجيب لي الجيش الثاني كله، مثلا الجيش الثالث كله، كليه بحريه، كليه بيجيب لي الناس كلها قاعده وانا بحكي لهم الكلام ده وصور. بيشوفوا الراجل ده الوطني اللي اشتغل وهو ملزم اول ومفيش اي هدف غير ان هو يحرر مصر، بيشتغل ازاي ويتخفى ازاي وعايش ازاي في وسط التعابين ووسط التعالب ووسط الهيصه دي، ويقعد 9 شهور متكامله. في التسع شهور دول حضرتك كنت متجوز؟ لا لا طبعا، ده لازم اول لسه مفيش جواز ولا حاجه. لا لا الاهل بقى كانوا ما يعرفوش اي حاجه عنك في التسع شهور؟ اقول لحضرتك الاهل ما كانوش يعرفوا حاجه، عارفين بس الاتي، ان انا رايح ماموريه. وكان ليا زميل دفعتي الله يرحمه اسمه يحيى هويدي، الراجل ده كان صديق جدا، فعملت له جوابات انا كاتبها هنا وانا في مصر. كتبت جوابات كاني يعني كاني بعتها من بره، على اساس ما فيش اتصال اقدر ابعت جوابات من بره من وسط اليهود. فاديت له 4 جوابات او حاجه، قلت له كل شهر ابعت واحد. تمام، على اساس ياخدوه يبعتوا يوصل للاسره يطمنوا يعني يطمنوا. طيب ده كان التكريم، ده رئيس السادات اهو في اليمين اهو الكاب بتاعه، وكان جاء شرفنا وكرمنا واداني نول شجاعه طبق اولى. ده كان بعد المهمه بتاعت حضرتك؟ انا اهو في الشمال، اهو في الشمال مهمه التسع شهور. ده نول الشجاعه دي اسمها شهاده البراءه. اي واحد ياخد نط لازم ياخد شهاده اللي هي تثبت هذا الكلام. واخد برضو واحده من السادات دي بعض الدروع اللي خدتها الحمد لله. كل حته اروح يكرموني ويدوني درع ويحتفوا بيا، ودي حاجه جميله قوي الواحد بفخر بيها، لان انا مكلف من هيئه التدريب ومن الوزاره الامانه العامه ان انا انقل خبرتي دي لكل وحدات القوات المسلحه. هتلاقي هنا كل الوحدات موجوده في هذا الكلام. حضرتك ما بتشوف الشباب بقى دلوقتي، يعني شباب ما لهمش علاقه بالعمل العسكري، بتحب تنصحهم بايه؟ بتقول لهم ايه؟ ممكن تكون يعني اصحاب اولاد حضرتك، الجيران، بتحب تتكلمهم في ايه؟ يعني طبعا بعد الخبره الطويله دي، وان انت كنت واحد من الناس اللي شاركت في الحرب بالمعلومات، ودي على فكره من اهم الحاجات المهمه جدا في الحرب، فبتقول لهم ايه؟ يعني انت حاسس ان احنا رايحين في انهي مكان، في انهي منطقه؟ الشباب دلوقتي بتفكر في التفكير السليم ولا لا؟ طيب انا بس اكمل لحضرتك حاجه. انت حضرتك بتقول لي كنت بتحاضر في القوات المسلحه كلها وبتاع وشافوه، وللان وكمان ولسه الشهر الجاي يعني مستمر الحمد لله، انا وبعض القاده العظام معانا. انا حضرت بره مصر. انا من احباء النمسا، النمسا دي بلد بعشقها تماما. تمام، وتقريبا شغلي بعد كده في المخابرات لفيت تقريبا العالم، فمن ضمنهم النمسا دي. النمسا دي بلد جميله جدا وفيها
جاليه من احسن الجاليات، لان رحت 12 مره انا والمدام بنروح نحب هذا المكان لاننا اصدقاء بعيدا عن الشغل بقى خلاص. لا دي بعيدا عن الشغل بس هناك بقى عارفين اللي هو عبد الوهاب وكده، والراجل ده كان في مصر وحضر مش عارف ده، بيحبوا يقعدوا معايا نتكلموا ويعملوا ندوه، لدرجه ان انا عملت ندوه داخل مبنى الامم المتحده في المبنى اللي كان فيه البرادعي، والناس اجتمعوا معانا وعزمونا على الغداء هناك جوه المبنى، وقعدت اكلمهم ايه هو البرادعي وايه، قعدوا يسالوني بقى ايه فضه رابعه وليه اتاخرنا وليه مش عارف ايه، بقيت ارد بامانه على يعني على كل الاسئله. عملت في النادي المصري هناك انا محترم جدا، مصطفى عبد الله واسامه الحلواني والناس مجموعه كبيره جدا، وحسين الكردي، ناس مجموعه جد جميله جدا. قعدت اديت لهم ندوه، قعدت يمكن الساعه 12 ونص بالليل ده في النمسا، في النمسا في فيينا. وبعدين برضو رحت النادي المصري العام الاتحاد العام، برضو في مجموعه هايله جدا من المصريين، الاثنين دول اللي هم قياده الجاليه كلها. وعملنا تنصيب للسيسي في النمسا، في النمسا كنت تاني يوم على طول، يعني انا يوم 27 انتخبت الرئيس السيسي انا والمدام، يوم 28 رحت مطبعاته النشر قلت لهم عايز صوره للسيسي الرئيس السيسي اول صوره ملكي عشان انا مسافر احطها هناك، كان لسه فاضل يومين على التنصيب. فمحترمين جدا راحوا جايبين لي اربع صور للرئيس السيسي كده وهو وحطوا هذه الصوره. رحنا هناك تاني يوم ورحت جبت اعلام 12 دسته اعلام لمصر من بصغيره كده عشان الاولاد بتوع جاليا. كل كلام حضرتك ده بيعكس حاجه واحده، حضرتك شخص وطني الله يخليك وبتحب البلد من اول ما كنت ملازم، كل هدفك ان انت تجمع شويه معلومات مش علشان تاخد مكافاه ولا عشان تاخد مش شويه يا فندم، المعلومات بتاثر تبيها تاثير معلومة قوي جدا، معلومات مهمه بس جدا، بس دي على دي على دي بتعمل بالظبط بالظبط تكامل المعلومات في كمان في الحتت العسكريه في الناحيه العسكريه بيكون مهم جدا ان انت تقدر تكسب الحرب وننتصر. اخيرا حضرتك توجه كلمه بقى للشباب، توجه كلمه للشباب تقول لهم ايه؟ انا الشباب انا رحت بعض الجامعات والناس كانت يعني مش ممكن قلبت الموازين في بعض الناس اللي رحتها، جامعه اسيوط او بني سويف او الفيوم، يعني عملت ندوات جميله جدا الناس عرفوا ايه هو المصري. انا بقول للشباب الجيش المصري ده اعظم جيش طبعا، والشباب المصري احسن شباب. انا واحده مذيعه مره بتسالني بتقول لي حضرتك لفيت البلاد دي كلها بتاع 80 90 دوله، ايه اللي عجبك في هذه البلاد كلها احسن بلد؟ قلت لها هي مصر بترابها بزحمتها باخوانها بقرفها بكل ده، هي مصر دي احسن بلد في العالم، بلدنا بلدنا الجميل بلدنا طبعا. وقلت لها بصي انا عندي استعداد بقولها في المحاضرات كلها في الحته اللي رايحه مع الشباب، انا مستعد يا اولاد مع سني ده ان انا البس جلابيه وانزل تاني اخش خلف خطوط واشتغل، البس افرول مع الاسلحه اللي معايا واسلحه اللي ممكن احارب جنب الناس الابطال اللي في سينا اللي شغالين دلوقتي اللي هم بيحاربوا عشان مصر، وما نسمعش الاشاعات بنسمعش، لان في فئه يا فندم برضو عايز اقولها، في فئه معينه هدفها الشوشره، احنا عايزين نبعد عنهم لا تذكر دول بقى معروفين جميله مش عارف ايه وايمن نور على مش عارف على علي خالد ولا علي ولا زفت مش عارف مين واسماء كل الشله دي، يعني بعيدا عن قاعدين يا فندم دول مستنيين اي حاجه ويشبعوا فيها لطن. خلينا نتفق اللي مستني حاجه يشبع فيها لطن احنا مش عايزين نتكلم عنه خالص، دول بعيد ايا كان. انا عايز الناس بقى برضو بمناسبه حضرتك اتفضل، الناس 90% من الشعب 95% من الشعب المصري ما يعرفش ايه الجزيره بتاعت تيران ولا صنافير. انا رحتها 15 مره وعارف اللي فيها وكده، اللي فيها كلهم 14 15 عسكري امن مركزي على ضابط شرطه، ده كل القوه اللي فيها، وده لو كان فيه الخير مكان رماها الطير، دي ملهاش قيمه ولا تعرف تعمل فيها مباني ولا تعرف تعمل فيها طريق، هي حته جزيره كده 70 80 كيلو ولينا نقطه فيها ناس سعوديه ما كانوش قادرين يحموها، قالوا لنا احموها لنا يا جماعه حاضر، ووقفنا معاهم وبتاع مش عارفين مش طب حاجتهم نرجعها ولا نرجعهاش. الناس فاكره، الناس ما عايز اقول حاجه فضل. الناس فاكره ان جزيره تيران وصنافير دي رودس دي زي مش عارف مالطا زي بتاع ده حته خرابه حته حجر، ما انا عمري ما طلعتها فوق لما يتضحش فيها ما تقدرش تطلع فيها، فيا جماعه اعرفوا ان دي حاجه ملهاش لازمه.
خالص. عامة احنا بنشكر حضرتك جدا وحضرتك نورتنا، واللواء عبد الوهاب عبد العال صائد المعلومات، وكان ليه دور مهم جدا في تغيير خطه حرب اكتوبر، كان منورنا النهارده وسمعنا منه شويه معلومات مهمه جدا جدا جدا. مهم ان انت تسجل الحوار وتفرجه لاولادك لو ما قدرش ان هم يتفرجوا عليه دلوقتي، لان دي معلومات مهمه جدا. بنشكر حضرتك جدا، نورتنا. واخر حاجه اقولها سريعا، اتفضل يا شباب، اوعوا، الجيش المصري احسن جيش طبعا، ورجاله 100% لا ينقسموا ولا حاجه، لا في مسلم دي حاجه ما حدش يقدر يختلف عليها، ولا مسلم ولا مسيحي، كلنا الدين لله والوطن للجميع. عايز اقول بس ان كلنا ما حدش قدر ولا هيقدر يجي ناحيه الشعب المصري، لان الشعب المصري والجيش هو ده الكلام، هو واحد، هم الاثنين واحد. تحيا مصر، ما فيش حاجه، وتحيا مصر. صباح تحيا مصر، صباح الفل عليك، صباح الفل على كل الناس اللي بتشوفنا على النهار وانو النهار اليوم. هنكمل معاكم احتفالياتنا بعيد تحرير سيناء مع اسماء مصطفى وداليا اشرف بعد الفاصل. خليكم معانا، صباح الفل، نهاركم جديد ان شاء الله.